في هذا الحفل المبارك الكريم وفي هذه المناسبة العظيمة التي نرى فيها مولانا أمير المؤمنين وهو لا يبخل على رعاياه الأوفياء بما ملأ الله به قلبه، لا يسعنا إلا أن نقول اللهم إنا نسألك النصر المكين ويفتح المبين آمين وصلاح الحال في الحال والمآل آمين سيدنا ومولانا أمير المؤمنين آمين وحامي حمي الوطن والدين آمين الملك سيدنا محمد السادس آمين اللهم كن له الولي والنصير والظاهر والمعين آمين اللهم كن له الولي والنصير والظاهر والمعين آمين اللهم أعنه يا رب على تحمل أعباء المسؤولية آمين اللهم وفقه لكل خير وعين عليه آمين اللهم اصلح به وعلى يده آمين اللهم اجعله يا رب عليك من الذاكرين آمين ولنعمك من الشاكرين آمين وقدوة سيد المحبة المودة آمين بينه وبين رعاياه الأوفياء آمين على كلمة الحق والدين آمين ولما في نصوص قضاء إسلام المسلمين آمين وسألك يا ربنا أن تقر عينه بسم وليعهد الأمين زين والحسن آمين وأن تنبته نبات حسن آمين وسير أبنائي وبنات المسلمين آمين كما سألك يا ربنا أن تشد أثرم الإمام الشقيقي سمو الأمير المولى الرشيد آمين وباقي أفراد أسرته الملك الشريفة آمين ونسألك يا ربنا أن تتغمد برحماتك ورضوانك الإمامين المنعمين رائد التحرير مولانا محمد الخامس آمين وعيد وحدة المغربية مولانا الحسن الثاني آمين اللهم طيب ثراهما آمين اللهم احشر روحيهما آمين وجميع أرواح المسلمين آمين مع الذين أنعمت عليهم من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحفظ عليك رفيقا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعك مرحومة آمين واجعل تفرقنا وتفرق موفق المسلم معصومة آمين ولا اجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا مفرومة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.